حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، تعاني البصرة كباقي المحافظات العراقية من تردي الواقع الخدمي فيها، وهذا نتاج طبيعي للحكومات المتعاقبة وعملها، ولا سيما الحكومة السابقة التي أسرفت بالفساد وسرقة المال العام لتحقيق المصالح الشخصية وعدم الاهتمام بمطالب المواطنين. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، ووسط أجواء متفائلة ينظم العراق بطولة الخليج بنسختها 25 بعد سلسلة محاولات قام بها الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ عام 2013، لكن أزمات مركبة حالت دون ذلك، وهو ما يجعل هذه الدورة مميزة للجمهور العراقي. استعدادات مكثفة للحكومة المركزية والمحلية وكذلك وزارة الشباب والرياضة والمنظمات والشخصيات المعنية بالشأن الكروي وصلت مراحلها النهائية بناء على التقارير الواردة من الاتحاد الخليجي والاتحاد العراقي، ملاعب رئيسية وأخرى تدريبية ومرافق سياحية وغيرها، ما اشتملت عليه الاستعدادات اللوجستية التي تعتبر جاهزة وبانتظار الوفود المشاركة التي وصل عدد منها، ومن المؤمل أن تحقق البطولة الأهداف المرجوة وهي جمع الأشقاء على أرض الفيحاء. بحسب المعلومات المتداولة، فإن إيرادات العراق النفطية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار للشهر الماضي، وهذا ما يثير الاستفهام حول مصير هذه الأموال إزاء واقع الخدمات في محافظة البصرة المتردي، بل وكل المحافظات العراقية، لكن البصرة هي المصدرة للنفط، ومن الضروري أن تستثمر هذه الإيرادات لخدمتها، وهذا ما تعمل عليه حكومة الخدمات الآن من خلال الاطلاع والمتابعة وتشكيل اللجان المختصة. تقرير نهى الشمري. من أراد إصلاح الاقتصاد فالبصرة عاصمته، هكذا يرى المتخصصون في الشأن الاقتصادي. واليوم تحظى البصرة برعاية ومتابعة حكومة الخدمات بجولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات وكيفية وضع الخطط وفق الصلاحيات المتاحة، بالوقت الذي يحتاج الاقتصاد العراقي إلى تصحيح مساراته وتحسين واقعه. ذهاب السيد محمد الشياع السوداني إلى البصرة والوقوف على الإجراءات التي تقوم بها البلدية وكذلك الاستعدادات من أجل إقامة بطولة كأس الخليج، أعتقد يعكس الاهتمام الكبير من قبل حكومة الخدمات، وبالتالي المباشرة بصورة شخصية من قبل محمد الشياع السوداني تعكس الاهتمام ومحاولة جدية من قبله من أجل الوقوف على المشاكل وتذليل الصعاب أمام العمل حتى تكون محافظة البصرة بأبهى صوره. فتقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية أمران مرهونان بمكافحة الفساد المالي والإداري الذي قبعت فيه مؤسسات الدولة، فاطلاع رئيس الوزراء محمد السوداني على واقع الخدمات وتشخيص المشكلات خطوة مهمة لتسهيل الكثير من الخطوات نحو إعادة إعمار البنى التحتية وتوفير ما تفتقر إليه المحافظة، في حين أشاد المراقبون بجدية سعي الحكومة للنهوض بالواقع الخدمي للمحافظات العراقية تباعا. أنا أعتقد بأن هنالك حراك من قبل المحافظ وكذلك بدعم من قبل السيد السوداني بتحويل هذه المدينة التي قد تكون من المدن المظلومة على ما تدور على الموازنة الاتحادية من هذا الكم الهائل من النفط، لكن حقيقة لا يوازي ما تقدم هذه المحافظة حيال تخصيصاتها من الموازنة الاتحادية. تشكيل اللجان لحل العراقيل التي تقف أمام ازدهار المحافظة والحفاظ على بيئتها وإصلاح الخدمات فيها هي الخطوة التالية للمتابعة والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تشجع على العمل لتحسين الخدمات، خصوصا البصرة تشهد خلال الأيام المقبلة حضور الوافدين من دول أخرى لاستضافة كأس الخليج على أرضها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام. المحلل السياسي الأستاذ مهند جوادي انضمنا بالصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم سيد مهند. أهلا وسهلا. وكذلك ترحيب بعضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي السيد فرات الشرع، أهلا بكم سيد فرات. ونبدأ معك سيد مهند، ما مدى أهمية البصرة بالنسبة للعراق والاهتمام بما تعانيه
من الكثير من مشاكل كباقي محافظات العراق، لكن ما من جهة أخرى مبدأ ارتباط الخدمات وترديها في البصرة بقضية التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. الواقع أنه البصرة من المحافظات المهمة في العراق، هي من المحافظات الكبرى، هذا أول أمر. الأمر الثاني، هي مصدر كبير للبترول داخل الميزانية العراقية، وهي ترفد الميزانية بأموال طائلة. الأمر الثالث، لها أهمية لأن فيها الكثير من السكان وفيها تنوع عرقي وقومي. كل هذه الأمور تؤهل البصرة على أن تكون هي مهمة في خارطة العراق السياسية والجغرافية. لذلك لا نرى أنه شيء يناسب هذه المحافظة وأهمية هذه المحافظة من خلال الخدمات، لأنها هي التي تعطي لجميع العراق ولا تأخذ ولا تستوفي حصتها من هذا العطاء. لذلك أنه مقارنة مع ما تصدره البصرة من النفط والأهمية الجغرافية لها، لا تحظى بالمقابل بالأهمية والخدمات وما تستحق من عناية بهذه المحافظة. لا. لذلك الاهتمام بهذه المحافظة يعد بوابة للعراق الجديد ولتغيير جذري في أداء الحكومة الحالية. طيب، لكن الحكومة الحالية التي وصفت بحكومة الخدمات مهتمة كثيرا بجانب التنمية، هل يمكن تأمين الخدمات إلى البصرة دون التنمية؟ نعم، أنه الحكومة الحالية لها استراتيجية خاصة في قضية الخدمات والتنمية، ورئيس الوزراء أعلن عن الخطة الموجودة وقام بها عمليا من خلال زيارته إلى البصرة. الخطوة الأولى هي القيام أو الوقوف على المشاريع المنجزة، لذلك هو افتتح مدرسة الذهب الأسود و64 بناية مدرسة، بالمقابل افتتح مراكز صحية لرعاية المصابين بالسرطان وغيرها. فهذه الخطوة الأولى هي الوقوف على المشاريع المنجزة. الأمر الثاني هو متابعة المشاريع التي لم تنجز وهي في طور الإنجاز، وهذه تحتاج إلى رعاية وإلى اهتمام وإلى متابعة دقيقة. الأمر الثالث هو أنه يقف على المشاريع التي تلكأت والتي واجهت عقبات كثيرة. لذلك هو أعلن أنه هناك لجان وزارية تتابع هذه المسائل بدقة وتخرج بنتائج ثم ترفعها إلى رئاسة الوزراء لتذليل هذه العقبات، وهذا واضح جدا في برنامجه حينما ذهب للزيارة إلى البصرة. طيب، دعنا نذهب إلى البصرة وعضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي السيد فرات الشرع عبر سكايب مباشرة من البصرة. أهلا بكم سيد فرات مرة أخرى. وبالنسبة لما تحتويه البصرة سيد فرات وما تشكله من محوريات الأمن والاقتصاد، هل تستلزم عناية خاصة واهتمام حكومي يراعي متطلبات هذه المحافظة؟ السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم وعلى متابعيكم الأعزاء في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. نعم، للبصرة حقا علينا أن نتكلم عنها بما تستحقه من كلام، وهذا ليس من الفضل والتفضل منا عليها، خصوصا ولما تمتاز كما تفضل الأخ الكريم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي، ولما تعطيه من ثروة هيدروكربونية كبيرة تشكل العام الأغلب من الثروة من الموازنة العراقية في جميع أدوارها وفي جميع منافعها ومعادنها، بالإضافة إلى الموقع الحضاري والتمدني، بالإضافة إلى الثقافة الكبيرة، بالإضافة إلى نسبة السكان والتي هي دائما تشكل 1/9 من مجموع الشعب العراقي، ناهيك عن ثروتها هي الأول، أما 1/9 في كثير من الأمور، ولكن من حيث الثروة هي الأكثر، وخصوصا الثروة الهيدروكربونية. لذا وفي الحكومات المحلية المتعاقبة وبسبب تقاطعات إدارية وأخرى سياسية، لم توفق هذه الحكومات المتعاقبة سابقا إلى شيء مما يحتاجه أهل البصرة، ولا يحتاجون إلا فقط النهوض بالواقع الخدمي والأمني والثقافي. ليس هناك مطالب صعبة جدا. نعم، التقاطعات ما بين الحكومات المحلية وبين الحكومة المركزية والاتحادية والتقاطعات السياسية ما عادت منفكة في ذلك الوقت أن تفسح المجال وأن ترى وضوح لشرح الوظائف. هناك وظائف غير واضحة لتقوم بها الحكومات المحلية وأخرى الاتحادية. من هنا نأمل ويتقدم أهل البصرة بوافر من الشكر والامتنان وجزيل من التقدير والاحترام للزيارات الأخيرة التي تفضل بها الأخوة الأعزاء الوزراء
وفي الأخير أزياء الأخ وزير النقل بالإضافة إلى الأخ وزير الصحة، ولاحظوا الأمور عن كثب وعن قرب بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة للأخ السيد رئيس الوزراء، نسأل الله سبحانه وتعالى له أن تكون يلازمه التوفيق ويلازمه العطاء والنصر في هذه الزيارة على كثير من الأمور السابقة. نعم، فكانت هذه الزيارة جاءت في ظروف زمكانية ملائمة ومنسجمة، ولعله تسهم في رفع في الجدوى المطلوبة والوصول إلى الجدوى المطلوبة من هذه الزيارة. طيب. فكانت فيها مثلا كأس خليجي 25 بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ العزيز، ولا أريد واختصارا للوقت لا أريد ذكر هذه المشاريع التي تفضل بها وذكرها ورفع عنا كاهل ذكرها، بالإضافة إلى هناك ملعب كبير لنا في البصرة غير المدينة الرياضية، ألا وهو ملعب الميناء، وملعب الميناء الذي يعد أول الملاعب، إن لم يكن أول فهو الثاني في العراق في الفترة المنصرمة، والآن في حالة افتتاح، بالإضافة إلى كثير من الأمور. أعتقد هناك ستكون هناك بصمات إيجابية واضحة على هذه الزيارة وعلى أهالي البصرة وعلى العراق بشكل كامل وبشكل كبير، خصوصا ونحن نعلم أن الرياضة ما عادت رياضة فقط، بل هي نوع من الثقافة، نوع من التحضر، نوع من التمدن، بل دخلت وصلت إلى درجة إلى السياسة والتنافس كثير. فبالإضافة إلى امتصاص الامتعاضات في المنطقة، امتصاص الامتعاضات في الخليج، الوصول إلى رأب للصدوع إذا طيب. كانت هناك ثمة صدوع. نعم. طيب سيد فرات، ماذا عن ميناء الفاو الكبير الذي أبدى رئيس الوزراء اهتمام كبير به، ومدى ارتباطه بالتنمية في محافظة البصرة تحديدا والعراق بشكل عام؟ ميناء الفاو الكبير هذا الميناء الأساسي استراتيجي، والذي هناك معوقات كثيرة، معوقات لا تخفى عن البال إنها معوقات دولية، معوقات منطقة، معوقات إقليم، معوقات لعله يد الاستثمار تدخل في هذه، حساد العراق الذين لا يريدون خيرا للعراق يدخلون هذه، ولكن إذا كانت هناك إرادة جادة حقيقية وتفاعل لمؤسسات الدولة وإخلاص كبير، وإن شاء الله هذا موجود، سنصل إلى نتيجة. نعم، له الآثار الكبيرة هذا الميناء الذي سيسهم في الرفع المنسوب الاقتصادي إلى درجة عالية جدا، سيعمل وسيفعل الاستفادة من الثروة البشرية للواقع العراقي كثير، بالإضافة إلى الاستثمار الحقيقي للموقع لهذا الميناء، خصوصا وهو يقع في بين موانئ كبيرة منافسة لهذا الميناء. بلا شك ستكون هناك آثار طيبة كبيرة جدا، خصوصا مع الأرصفة، عدد الأرصفة التي أعدت لهذا الميناء، مع عدد يد العمالة التي أعدت لهذا الميناء، مع الطاقة البشرية التي يستغرقها ويستوفيها هذا الميناء. نعم، هناك كثير من الفوائد وكثير ذي جدوى، بالإضافة إلى أنه يؤسس إلى القناة الجافة، والقناة الجافة شيء بسيط وقليل بالنسبة له. طيب سيد مهند، حجم إهمال كبير جدا من قبل الحكومات السابقة لهذه المدينة وعدد سكانها المتنامي بالطرادة، هذا يوجب خطوات نوعية لتحسين هذا الواقع بالمدينة، لكن هل لمستم جدية حقيقية من قبل الحكومة الحالية لتغيير واقع البصرة وباعتباره مؤثر جدا ببقية محافظات العراق؟ نعم، يبدو من تحركات السيد السوداني هناك جدية في طرح المشاريع ومتابعة المشاريع، لذلك هو قسم المشاريع إلى قسمين. القسم الأول هو مشاريع آنية منظورة من خلال المتابعة الحالية، وهناك مشاريع استراتيجية، وذهب وقال أنه المشروع الاستراتيجي هو ميناء الفاو، يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى مفاوضات ويحتاج إلى توافقات سياسية، ولكن إذا كانت هناك إرادة سياسية حرة تعمل من أجل مصلحة العراق ومن أجل مصلحة البلد سوف تمضي بهذا المشروع. نعرف أنه هناك تناقضات كثيرة وهناك مماحكات سياسية وهناك تعطيل أيضا داخلي لهذا المشروع من خلال كما أسماه رئيس الوزراء جائحة الفساد الموجودة في العراق هي التي عطلت ميناء الفاو. أتوقع أنه مشروع ميناء الفاو سوف يقلب المعادلة في البصرة ومن ثم ينعكس على العراق بشكل كبير، يرفد الميزانية العراقية، كثير من الأيادي العاملة سوف تعمل، العاطلة سوف تعمل، كثير من الأمور والمنافذ سوف تدخل إلى العراق، وتكون هناك يكون هناك دور استراتيجي للموانئ العراقية داخل الخليج. طيب الحديث هنا عن مشاريع كبرى، مشاريع استراتيجية وتنموية
التي لها تأثير كبير في النجاح بتأمين الخدمات للمواطنين في البصرة تحديدا، لكن هذا كله هو بحاجة إلى الدعم السياسي. الدعم السياسي حاليا متوفر لهذه الحكومة إضافة إلى الدعم المالي والوفرة المالية، هل تساعد هذه العوامل على نجاح هذه الحكومة بتحقيق غاياتها في البصرة؟ نعم، نحن نأمل من القوى السياسية والكتل السياسية أن تدعم رئيس الوزراء، لأنه لم يقدموا خدمات في هذه المرحلة سوف يكون وضع العراق مأزوم بشكل كبير، سوف تكون هناك تناقضات وسوف تكون بعض القوى السياسية تؤجج الشارع من أجل إسقاط الحكومة، وهذا أمر يتخوف منه الجميع. لابد أن يكون هناك إيفاء بهذه الوعود ودعم لهذه الحكومة حتى ينجو العراق، لأنه المعادلة الموجودة إذا لم يقدموا خدمات وأن لم يجتث الفساد من المؤسسات الحكومية سوف يكون هناك ردة فعل من قبل المواطنين، وسوف تستغل هذه الظروف بعض الجهات السياسية الداخلية والخارجية. لذلك أنه الدعم لابد أن يكون، وهذه الحكومة لم يمضي عليها إلا أشهر، فالإنجازات تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى وقت، لأنه عامل الزمن هو مهم في إنجاز أي عمل استراتيجي. أعود لك سيد فرات بالحديث عن الدعم السياسي والتشريعي والمالي لهذه الحكومة بالنجاح بتأمين الخدمات والتنمية في البصرة. أكو من أهم المشكلات المعروفة في البصرة وبعض مناطق العراق هو الصراع الحزبي على موارد البصرة تحديدا، وهذا صراع متنامي بشكل كبير، لكن هل حكومة السوداني قادرة على مواجهة هذا الصراع؟ بلا شك، نحن نعتقد أن هذا الصراع كان ولا زال وإن شاء الله سوف لن يبقى، خصوصا مع أن تكون هناك وحدة للكلمة وترك الخلافات وتسويتها، إن لم تكن تسوية لها حد الأقل تنعيم تلك الخلافات، وبأفق أن نخطو خطوات سليمة وبالاتجاه الصحيح حتى وإن كانت قصيرة أو ضيقة. أعتقد مع الإرادة الحرة الكبيرة ومع تعاون أبناء الشعب العراقي والمؤسسات الدولة والعمل المؤسساتي وتطبيق القانون بالإضافة إلى القضاء لأجل ردع الفساد، ستكون هناك فسحة أمل للأخ السيد السوداني في مضيه إلى الأمام، في مضيه إلى الأمام وتحقيق كثير من الأمور التي لم يوفق الآخرين الذين سبقوا لتحقيقها، وهذا يحسب له. والسيد السوداني ليس فضلا منا أن نتكلم عنه، وهذا لعله ليس محل الكلام عنه، إنه رجل له الهمة وله الإخلاص وله همة عالية وخطط محكمة وله تبصر في واقع، حيث أنه جاء متسلسلا من المحافظة إلى مجلس النواب إلى وزارات إلى رئيس وزارة. نعم. وبالأخير نحتاج إلى تعاون، إلى تفاهم، إلى تكافل، إلى تكامل، إلى تعاضد من أجل، وكذلك رأب الصدوع التي مضت والامتصاص الامتعاضات التي سبقت، من أجل أن تكون هناك فرصة واضحة يسير عليها الأخ السوداني من أجل تحقيق تلك الأمال. طيب، لكن سيد فرات، هذا الأمر يعني بمواجهة هذه الجهات، يعني يمكن مواجهتها وهي مستفيدة بأموال طائلة من هذه الموارد في البصرة، موانئ، أرصفة، شركات نفطية وآبار وغيرها، هذا الموضوع يعني هذه المواجهة مرتبطة بتأمين الأمن مثلا أم مكافحة الفساد أكثر؟ كل على شاكلته، ليس هناك مشكلة واحدة، أنتم تعلمون المشاكل كثيرة والمشاكل معقدة والمشاكل لا تحل مجتمعة، المشاكل تحل منفردة واحدة تلو الأخرى، كذلك كالعقد في سلك معين، العقد لا تحل مجتمعة. نعم، المهم هو نوايا، المهم هو عمل، المهم سيادة، المهم تكافل المجتمع، الشعب العراقي، مؤسسات الدولة، إخلاص. وإلا نحن نعتقد أن هناك تحديات كبيرة أمام السيد السوداني، ولكن هذه التحديات بالتفاهم، بالسيادة، بالقرارات القوية، بوجود المؤسسات الدولة وتفعيلها، نعم كما تفضلتم هناك مصالح، ونحن نعلم أن الاختلافات تكون مشتدة وتكون أكثر كلما كانت هناك مصالح أكبر، تكون اختلافات أكبر، هذا نعلمه، ولكن نأمل على أن لا تكون هناك خلافات مع وجود هذه المصالح، وهذا يحتاج إلى سعي ثقافي فكري، يحتاج إلى مؤسسات الدولة، الحوزة العلمية، بالإضافة إلى رجال العشائر، شيوخ العشائر، المدارس، المؤسسات الدولية، القضاء، الكل يعمل باتجاه واحد
من أجل الوصول إلى هذه النتائج الطيبة. طيب سيد مهند، شنو اللي من معطيات متوفرة عند الحكومة الحالية حتى تنجح بالتعامل مع كل هذه الملفات الشائكة في البصرة؟ الجهات التي تحدثنا عنها مع سيد فرات مثلا، جهات حزبية وغيرها أيضا مسيطرة ومستفيدة، وقضية فساد مستشري بكل مفاصل الدولة مو فقط في دوائر البصرة وغيرها، موانئ وأرصفة وشركات وغيرها، شنو المقاومات عند الحكومة حتى تنجح بمواجهة كل هذه العقبات؟ نعم، البصرة كأنها تمثل قطعة صغيرة من العراق وتعكس كل الواقع العراقي الاجتماعي والسياسي والثقافي، لأنها مهمة. حتى نذكر في ولاية سيد رئيس الوزراء نور المالكي حينما ذهب في صولة الفرسان توجه إلى البصرة أول الأمر، ومن بعد تصفية البصرة انعكس بشكل كبير على الواقع العراقي الأمني والسياسي. لذلك أنه معالجة ملفات البصرة يعالج كثير من الملفات، وتكون هي بوابة لإصلاح كثير من المسائل والفساد الموجود في العراق. من هذه المؤهلات الموجودة أنه قبول الأحزاب السياسية والكتل السياسية لشخص رئيس الوزراء وأنه يقوم بمشروع الخدمات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه كل الجهات السياسية واضح لديها أنه الفساد هو الذي أوصل العراق إلى هذه المشكلة، فمن غير معالجة الفساد لا يمكن معالجة أي خلاف سياسي أو أي واقع خدمي أو أي مسألة أمنية. كان المسائل الأمنية والملف الأمني أيضا هو من جراء ومن انعكاسات ملفات الفساد، لأن كانوا بعض القيادات مرتشين وبعضهم سراب. كل هذه المسائل تنعكس بشكل كبير على أداء الحكومة، أنه أولا الدعم السياسي، الأمر الثاني أنه وعي القوى السياسية بهذه المشاكل، الأمر الثالث أنه إن لم ينجح في هذه الحكومة سوف تكون مشاكل كبيرة تهدد مصالح الذين يريدون فقط الغنيمة من البصرة أو من أي مؤسسة في العراق. طيب، لذلك أنه الحكومة هي واقع أمر تحافظ على الجميع إذا كتب لها النجاح. طيب، هنا الإرادة السياسية هل هي متوفرة لدعم الحكومة وإنجاحها بهذه الاستراتيجية؟ وبعض الجهات من عندها مستفيدة من هذا الواقع في البصرة. نعم، أنه هناك مسألة ينبغي أن يعيها الجميع، أنه من يريد كل شيء يخسر كل شيء. لابد على بعض القوى السياسية والجهات المستفيدة أن تضحي بجزء من ما تكتسبه بطريقة غير مشروعة حتى تحافظ على الجو العام وحتى يكون هناك استقرار، لأنه إذا كان هناك فوضى الكل سوف يتضرر من هذه الفوضى. كانت بعض القوى السياسية وبعض المكونات تظن أنه إذا كان هناك مشاكل في الجنوب ومشاكل داخل البيت الشيعي لم يؤثر عليها، وأثبت الواقع أو الفترة الماضية القريبة أنها تؤثر بشكل كبير. حينما كان هناك خلاف بين الإطار وبين التيار، كيف انعكس هذا الخلاف على الخلاف في كردستان، كذلك في المناطق السنية. أنه لابد أن يعي الجميع أنه لابد أن يكون هناك تنازل عن بعض الحقوق وهناك بعض الدعم للحكومة حتى ينجح الجميع ويصل العراق إلى بر الأمان. المحلل السياسي السيد مهند جواد، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا جزيلا لعضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي السيد فرات الشركة، أنا معنا مباشرة عبر سكايب من البصرة. شكرا لكم سيد فرات. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيفنا الكريم مباشرة بصوت وصورة من بغداد، اللاعب الدولي السابق الكابتن كريم صدام. أهلا بكم كابتن كريم. أهلا وسهلا يا هلا وكل الهلا.
بداية كابتن، ما مدى الجهوزية لدى العراق لاستقبال خليجي 25؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. الحقيقة تعرف حضرتك صار أكثر حدود 40 سنة، احنا يعني آخر بطولة نظمها عام 79. نعم. وكان نية التصفيات يعني بالعام 2013 قصدي، كانت في البطولة انه بعد الأحداث الأخيرة انه العراق ينظم البطولة، وصارت كثير من العراقيل بهذا الموضوع مع الأسف، يعني كانت حقيقة سياسية وفنية أثرت بشكل كبير على تنظيمنا. الآن كل الامور اللوجستيه، كل الامور الاداريه، حتى الامور الاخرى ترتبت بشكل صحيح وبشكل منطقي بهذا الموضوع، مع وجود المنشات، وجود كثير من الامور اللي تؤدي الى نجاح البطوله. الان يعني العراق والبصره خصوصا باستعداد كامل لتنظيم تلك البطوله لما لها من اهميه جغرافيه بهذا الوضع. وتعرف حضرتك الرياضه هي رساله سلام، رساله محبه، متى ما نظم العراق وان شاء الله ننجح بهذا الموضوع أكيد راح نبعث رسائل كثيرة من خلال تلك البطولة للدول العربية والدول العالمية أنه العراق قادر على تنظيم بطولات، على استضافة فرق، بحيث يرفع الحظر عن الكرة العراقية اللي صار فترة طويلة حقيقة ظلمت الكرة العراقية من خلال لعب مباريات المنتخبات الوطنية خارج أرضنا، التصفيات، نهائيات، مع الأسف يعني كانت قرارات سياسية أكثر ما هي رياضية يعني حقيقة. لا. الآن الوضع طيب، إن شاء الله صير بوابة انفتاح للكرة العراقية من خلال بطولة كأس الخليج. طيب، نجاح العراق بإقامة هذه البطولة على أكمل وجه، هل فعلا سيساهم بتفنيد أسباب هذه المقاطعة الدولية للكرة العراقية؟ أكيد رسالة مهمة ومؤثرة. لذلك شوف أكو اهتمام حكومي، اهتمام رياضي، اهتمام شعبي. هذا الاهتمام يعني كله ينصب في هذا الخان اللي شخصته حضرتك، انه رساله من اجل رفع الحظر عن الكره العراقيه. العراق بلد امن، بلد مستقر، وضع السياسي طبيعي، وضع الامني، فمن خلال هذه البطوله راح توصل هكذا رسائل للناس المعنيين، الاتحاد الدولي، الاتحاد الاسيوي، انه العراق جاهز لتنظيم كثير من البطولات. وسبق ان نظم العراق بالسابق كثير من التصفيات، كثير من النهائيات ونجح فيها. بس قلت لك هذا يعني لربما هاي الفتره صارت فجوه بيننا وبين التنظيم الاداري. ان شاء الله من خلال هذه البطوله تصير عندنا فد بوابه حتى نشرع او نبدا في استضافه كثير من التصفيات وكثير من النهائيات. ايضا ينضم لنا مباشره عبر سكايب محافظه البصره الزميل كاظم الحاوي. اهلا بك كاظم. بدايه حدثنا عن استعدادات البصره، هل وصلت الى المراحل الأخيرة للتحضير لاستقبال هذه البطولة الكبيرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبمشاهديكم الأكارم. طبعا البصرة الآن والعراق يشهد هذا الكرنفال الكبير وهذا الافتتاح الذي أفرح الجميع وخصوصا أبناء محافظة البصرة بعد هذه السنوات من الحصار على الرياضة العراقية وعلى الملاعب العراقية. كما هو معلوم أنه البصرة استعدت منذ سنوات وليس منذ أشهر وأيام لهذه هذه الدورة. كان منذ أيام الراحل محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة كان هناك دوري الخليجي 21-22 وهكذا وصولا إلى الدوري 25 الذي نحن بصدده بعد 10 أيام. ينطلق هذا الدور إلى العراق والعالم. من محافظة البصرة كان هناك استعدادات كثيرة، ومنها الاستعدادات في الدرجة الأولى التي تطمئن الجمهور الخليجي، وهي الاستعدادات الأمنية، حيث هناك انتشار مكثف جميل، ليس كما كالسابق بإقامة سيطرات هنا وهناك، وإنما هو على أرصفة الطرق وانتشار مسيطر عليه. هناك أيضا استعدادات لوجستية للشوارع والبنية التحتية للشوارع والمناطق المهمة التي هي على طريق الفرق التي تذهب ذهابا وإيابا إلى يعني الملاعب من أجل المباراة. وكذلك بقية مناطق البصرة شهدت إعمارا وشهدت مشاريعا من أجل الاستعداد لهذه المباراة وهذا الدوري وهذه النسخة الجديدة. طبعا الاستعدادات اللوجستية للملاعب في محافظة البصرة كانت كبيرة جدا. كان خلال السنوات الماضية هناك بعض الاندثار ببعض الأجزاء والأقسام
المهمة في الملاعب أو المدينة الرياضية، ولكن تم إعادة هذه المشاريع إلى الحياة من جديد. تم إنشاء الطرق الداخلية، أيضا الملاعب باللون الأخضر والأشجار الجميلة، وكذلك أيضا تم تهيئة وتأهيل كل ما موجود في هذه المرافق الرياضية. كذلك هناك إعادة لصيانة لكثير من المقاعد، المقاعد التي تكسرت خلال الفترة الماضية، ربما اندثرت من خلال يعني الأجواء وتقلبات الجو وتأثيراتها على هذه الأماكن المهمة. ملعب الميناء اليوم افتتاحه كان جميل جدا، رغم أنه هناك بعض الملاحظات على حفل الافتتاح وبعض المشاكل التي ربما هي يعني فنية أصبح بالصوت أو الصورة، ولكن الكل فرح والكل يعني ينظر إلى أنه هذه المباراة وهذه التي أقيمت بين الميناء والكويت الكويتي هي مباراة افتتاحية وبادرة خير للجميع. طيب أعود لك كابتن كريم، رغم هذه الاستعدادات الكبيرة لوجستية ورياضية ومادية لإقامة هذه البطولة في البصرة، الملاعب والأموال التي خصصت من قبل الحكومة يمكن 30 مليون دولار لإنجاح هذه الحكومة، لكن ورغم النجاحات المتوقعة، لكن حدث خلل بسيط مثلا اليوم، انقطاع الكهرباء، الطاقة الكهربائية أو الإضاءة في ملعب الميناء أثناء مباراة ووسط مباراة الكويت الكويتي ونادي الميناء. يعني هذا الانقطاع بالطاقة أو الإضاءة ألا يشكل خلل ربما وثلما في هذه البطولة ونجاحها؟ لا أكيد، احنا نأسف إلى ما حدث اليوم، الأخطاء واردة في كل شيء، الملاعب عالمية تعطل في الكهرباء وصير أمور أخرى، بس خير أنه عملت قبل البطولة أنه وافتتاح ملعب. أكيد هذا راح تعالج من قبل الناس المعنيين، من الناس المسؤولين، لأنه هذا الخلل أكيد راح يأثر بشكل أو بآخر على سير المباريات، يعني تعرف هي تنقل لكل دول الخليج أو بعض الدول العربية. بس أتمنى من أخواننا المهنيين، أخواننا الكويت، أخواننا يعني أصحاب خبرة، أصحاب مهنية بهذا الموضوع، راح يتلافون هذه الأخطاء. وهي قلت لك يعني ما أعتقد في المعوق صعب التغلب عليهم، فعلا الإنارة غير وافية بشكل صح والقطاع التيار الكهربائي. نتمنى أن الأخوان قلت لك إن شاء الله يعالجون هذا الموضوع وتكون في الدرس نستفيد منه على البطولة الخليج إن شاء الله. هو هذا هدف البطولة، أنا سبق أن شاركت في بطولة الخليج العاشرة اللي أقيمت في البحرين. نعم. الهدف هو الالتقاء مع اللاعبين، مع الجمهور، مع كثير من أبناء الشعب المستضيف بهذا الموضوع، اللي راح تصير فرصة للشعب البصري، الشعب العراقي، الشعب هذا النقي الوفي اللي صاحب العزوبية، صاحب الكرم، أكيد راح تكون فرصة للالتحام بالجماهير العربية، السعودية، القطرية، الكويتية، العمانية، البحرينية. هذا راح يصير نوع من التلاحم، يعني وشفنا أخواننا البصريين كيف استقبلوا كثير من الوفود اللي وصلت، يعني من جماهير الوفود اللي وصلت البصرة، وشفنا الكرم، الضيافة والتلاقي الغير حقيقة غير ملوب بالنسبة لهم، يعني بالنسبة أنها كبصريين لا شيء عادي. وهو هذا هدف البطولة، أنه تقرب وجهات النظر، تشوف بغداد اسمه، تشوف البصرة والعراق بصورة عامة كيف هو وضع الراهن من خلال الناس اللي تجي، أكيد راح تنقل الصورة الحقيقية اللي يعيش بها البلد. هو هذا هدف البطولة وهدف الرعاية والاهتمام بالإخوان اللي يزورون البصرة. طيب أعود إلى الزميل كاظم الحاوي من البصرة، أهلا بك كاظم مرة أخرى، وأود أن تحدثني عن ما تعلق بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة البصرة، إلى أي درجة كان مخصص جانب إلى من اهتمامه ببطولة خليجي 25 وجولته على الملاعب وغيرها؟ نعم، كان هناك اهتمام من قبل دولة رئيس الوزراء في زيارته إلى محافظة البصرة وخصوصا المدينة الرياضية ونادي الميناء، وتم التأكيد على أن يكون هناك إنجاح كبير لهذه البطولة باعتبارها بعد عشرات السنوات ترجع إلى العراق وفي محافظة البصرة تحديدا. هناك اهتمام وهناك توصيات بأن يكون هذا الملف أو هذا هذه البطولة ناجحة بكل المعايير، إن كانت لوجستية أو أمنية أو رياضية أو تنظيمية. هذا من جانب سيادة رئيس الوزراء أو دولة رئيس الوزراء في هذا الخصوص. البصرة أيضا
لديها استعدادات كبيرة جدا. كانت هناك أيضا محط اهتمام هذه الزيارة ومحط اهتمام الحكومة المحلية في محافظة البصرة، منها تطوير القطاع السياحي والفندقي. كان هناك افتتاح عدد من الفنادق الكبيرة جدا المهيئة والتي هي على طراز عالمي جدا، منها موفنبيك كفندق كبير جدا الذي جرى فيه المؤتمر الصحفي ليلة البارحة بين نادي الكويت الكويتي ونادي الميناء بحضور علي عاشور مدرب نادي الكويت وأيضا باسم قاسم مدرب الميناء. وكان هناك يعني استقبال ذو حفاوة كبيرة جدا من البصريين انطلاقا من ابتداء من منطقة صفوان الحدودية مع دولة الكويت إلى الفندق، وهذا يدل على الاستقبال الكبير والتهيؤ الفندقي والسياحي والاستعداد النفسي لأبناء البصرة لاستقبال هذه الوفود الكبيرة. هناك تقاطر كبير جدا لإخواننا من دول الخليج لمحافظة البصرة، وكان واضحا من خلال تواجدهم في هذه الفنادق ومن خلال الأسواق وعلى كورنيش البصرة وفي شارع الجزائر وفي كل مكان حتى في سوق العشار، وهذا كان واضح لأبناء محافظة البصرة. الفنادق الأخرى فندق يعني الشيراتون وفندق المناوي باشا، فندق أيضا يعني السيف أو فندق ميلينيوم جراند، هذه فنادق كثيرة ومطاعم كبيرة كلها مهيئة لهذه العشرين يوم التي ستكون من أيام الدورة. هناك تهيئة كاملة أمنية أيضا. الانتشار اللي موجود ليس فقط انتشار عسكري ومظاهر عسكرية، وإنما هناك جهد كبير جدا باللباس المدني لهذه العناصر، وبالتالي هناك حماية كبيرة جدا، ويعني هو عدم تخوف ولكنه الحماية الزائدة والحماية بلباس المدني، وأوضحت للناس أنه الوضع مطمئن والوضع جيد، والمظاهر العسكرية ليست موجودة في محافظة البصرة بكثرة، وهذا لكن هناك يعني ندعو إلى تنظيم أكثر، المواطن البصري يدعو إلى تنظيم أكثر وإلى ترتيب أكثر وإلى أن يكون هناك سلاسة في الوصول إلى هذه الملاعب التي يكون غالبا القطع فيها من مسافات بعيدة يضطر المواطن إلى المسير. لكن هيئة محافظة البصرة باصات لنقل المواطنين، هيئة حافلات لنقل العوائل ونقل أيضا كبار السن والشباب إلى الملاعب وإلى المناطق القريبة من هذه المرافق الرياضية. طيب أعود لك كابتن كريم، موضوع مهم جدا هو قضية بطاقات الحجز، يعني هناك تأكيد بأن البطاقات قد نفذت كمياتها من المراكز المخصصة للمبيعات، هل يوجد أمل بأن تطرح يعني كميات أخرى وأعداد أخرى من هذه البطاقات، وهناك أماني أيضا من الجمهور المحلي والجمهور الخليجي بأن تطرح كميات أخرى من أجل الحضور والمشاهدة هذه المباريات، وأيضا كأمل أنه ما تدخل بالسوق السوداء؟ والله أتمنى أنه يكون التنظيم بمقدار البطولة، لأن تعرف هذا نوع مهم جدا، أنه بيع البطائق الأونلاين وتسلب بطاقتك وتدخل، إحنا نريد انسيابية بالدخول والخروج، وهذا عنصر مهم في نجاح البطولة مثل ما صار في كأس العالم. أكيد الناس معنين بهذا الموضوع، وراح توليها شركة حقيقة حسب ما عرفنا، أنه الشركة هي اللي ترعى هذا الموضوع بدخول وخروج وانسيابية دخول الجمهور، لأن هذا عنصر مهم خصوصا عندنا ضيوف خلايجة، ضيوف لربما من كل محافظات العراق مهتمة بهذا الموضوع، وأكيد راح يكون جمهور كبير جدا يعني يفيق سعة الملعب. نتمنى ما تكون إشكالات بالتذاكر، ومثل ما شخص حضرتك وخصوصا السوق السوداء هذه نوع من السلبية على البطولة إذا كانت هناك سوق سوداء. بس حسب معلوماتي أنه الناس المعنيين مسيطرين على هالموضوع، مو بسهولة يطون تذاكر بحيث ما ممكن تجي أكثر من 5-6 بطائق في سبيل أنه تنتشر لربما تشوف السوق سوداء، فقط الشخص المعني ممكن يقطع وياخذ البطاقة مالته. والإخوان بالبصرة ما قصروا، يعني كثير من منافذ البيع بهذا الموضوع، وحسب معلوماتي واتصالاتي انه ده ياخذون بالسيابيه بالموضوع. بس ترى حضرتك بطوله افتتاح اكو كثافه من الجمهور، كثافه من الناس تحاول تدخل الملعب، فاكيد راح يسوي ولا الضغط على الناس المعنيين في هذا البيع. بس تعرف كل بطوله تكون مهمه ومؤثره، وهي بطوله خير صار فتره ما بننظميها
اكيد راح يكون نوع من الارباك ببعض الموضوع، بس انا متاكد الناس المعنيين راح يكونوا بمقدار المسؤوليه ويسيطرون على الموضوع، ما تكون هناك بطائق سوق سوداء ان شاء الله. طيب اعود لك كاظم، حدثنا عن الاسعار، اسعار البطاقات، اسعار الخدمات السياحيه، الحجوزات الفندقيه، هل بقيت على ذات الاسعار لو اكو ارتفاع بها نسبي؟ نعم، في الحقيقه كانت اسعار الفنادق بالبدايه هناك حجز ربما للاجنحه لا يتعدى ال $200 او $300 للجناح في الليله الواحده، اصبح سعر الجناح يقارب ال $1,000 في الليله الواحده فجأة، يعني ثلاثة أضعاف الأسعار في الفنادق. ربما فنادق العملاقة الخمسة المعروفة في محافظة البصرة، لكن الأسعار البطاقات، أما أسعار البطاقات اللي التذاكر، التذاكر التي يدخل بها المواطن أو المشجع إلى ساحة المباراة، هي أيضا كثيرة وكبيرة على المواطن، يعني $30 للبطاقة هذا شيء مكلف جدا، $30 في، يعني أنا أتكلم، لا أتكلم عن مباراة الميناء والكويت كانت 5,000 دينار فقط، وواضح أنه هناك من اشترى البطاقات ولم كان يتعمد بشرائها ولم يعني يوزعها أو يبيعها أو يستفيد منها للمشجعين أو المواطنين، وبالتالي الجمهور مقابل الكاميرا كان كثيف جدا، بحيث أنه ربما كل اثنين على كرسي، بينما الجهة المقابلة اللي هي جهة الكاميرات هي كانت شبه خالية، ولكن لم يلاحظها الجمهور، لم يلاحظها المشاهد عبر التلفاز، ولكن نحن لاحظناها وشاهدنا. أما البطاقات التي تخص البطولة أعتقد أنه أسعارها جدا مكلفة، يعني $30 و$20 و$14 و$10 للمقاعد البعيدة. أتمنى أنه يكون هناك إعادة، ويعني أن يتفهم المنظمون لهذه الأسعار، ومدى أن تكون هناك، هذه ملاحظة مهمة جدا، أن تكون المدرجات ممتلئة، وهذه رسالة كبيرة جدا إلى الخليجيين وإلى العالم على أنه الأمن والأمان موجود في هذه المحافظة وفي العراق، أنما إذا بقيت المدرجات خالية بسبب الأسعار وغلاء الأسعار سينعكس سلبا على البطولة وعلى سمعة العراق. إذا تسمح لي كاظم، ونحن ندعو أن يكون هناك بالمستقبل رفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية حتى تكون هناك مشاهد مشابهة ما رأيتموه في مباراة الميناء والكويت. طيب كاظم، بالنسبة اليوم كان زيارة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، كان لديه جولة وتتبع للخطة الأمنية الخاصة بحماية هذه البطولة، لكن هل كان هناك تدريب لأمن الملاعب على أول بطولة تحصل في البصرة منذ زمن طويل؟ هل كان هناك تدريب خاص لأمن الملاعب بمكافحة الشغب أو غيره؟ نعم، طبعا بالتأكيد هناك، رأينا فجرا قبل أيام، قبل يومين بالتحديد أو ثلاثة أيام، رأيت شخصيا فجرا هناك الكيناين اللي هو يستخدم الكلاب البوليسية في التفتيش، تفتيش الأرصفة، تفتيش الطرقات، تفتيش الأماكن اللي يعني كأن يكون حاويات أو كأن يكون مكاتب، كان يكون أكشاك، كلها يعني كان هناك فحص يعني بالكيناين، بالكلاب البوليسية، وهذا رأيته شخصيا. وهناك أيضا تدريب ويعني انتشار واسع لمفارز أجهزة الأمن بكل صنوفها في محافظة البصرة. التدريب كان موجود قبل أكثر من أسبوع، 10 أيام، عمليات البصرة، قيادة شرطة محافظة البصرة أيضا تستنفر كل جهودها، ليس هناك مجازين في هذه اللحظات، كل الإمكانيات، كل القطعات هي متواجدة في الشارع، أما يكون عسكري أو مدني. والتدريب كان يعني واضحا جدا للعيان، لكنه لم يكن هناك، يعني بالبداية كان هناك ازدحام شكا منه المواطنون، الآن أصبح التنظيم الأمني أكثر وأكبر وأفضل. وصلت الفكرة، شكرا لكم كاظم. أعود لك بسؤال أخير كابتن كريم، ما مدى أهمية هذه البطولة للعراق، للرياضة العراقية؟ هل سنشهد انتقال للكرة العراقية؟ أكيد رسائل مهمة راح توصل من خلال هذه البطولة. تعرف حضرتك احنا اشتركنا لأول مرة العام 76، يعني كانت بطولة مختصرة على بعض الدول، من جاء العراق رفعها فنيا، رفعها تنافسيا، يعني كان الكويت
مسيطرة على البطولة، بس دخول العراق رفع من شأنها الفني. بعد ذلك التنظيم لعام 79 بطولة أعطاها دفعة مهمة جدا، يعني تعرف حضرتك الجمهور كان يحضر بشكل كثيف في هذه البطولة، فكان عنصر أساس ومهم تغيير لون ووجه البطولة بهذا الموضوع. بعد ذلك العراق صار عنصر مهم ومؤثر وحصل على أكثر من بطولة، يمكن 4-5 بطولات حصل عليها، فصار عنصر مؤثر ومهم بهذا الموضوع. انقطاع عن البطولة أعطاه نوع من الفتور الفني، الفتور الجماهيري، لأن تعرف الكرة العراقية وجمهور العراقي ينطي حلاوة للبطولات. احنا حقيقة قاتلنا وبذلنا جهد كبير من أجل استضافة هذه البطولة، من نجحنا في الاستضافة أكيد راح نضيف الشيء الكثير، أنه من خلال هذه البطولة مثل ما قلت لك سابقا نبعث رسائل مهمة لكل دول العالم أنه العراق آمن، العراق قادر على تنظيم بطولات، قادر على تنظيم تصفيات كأس عالم، احتضان بطولات آسيوية، احتضان بطولات قارية بهذا الموضوع. هذه كلها راح من خلال هذه البطولة راح توجه رسائل. فمتى ما نجحنا بهذا الموضوع إن شاء الله احنا وفق المعطيات وفق الورق المطروح الآن احنا إن شاء الله ناجحين بهذا الموضوع، رغم تكون بعض الأخطاء اللوجستية اللي قلت لك اللي تكون في كل بقاع العالم انه طبيعية جدا بهذا الموضوع، بس جهود الناس، اهتمام السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد المحافظ، السيد الوزير، الكابتن عدنان درجال، الكل معتنين والكل مهتمين بهذا الموضوع، اتمنى كل جهودهم تصب في خانة واحدة في سبيل نجاح البطولة، لانه قلت لك احنا حقيقة محتاجين نجاح هالبطولة من اجل رسائل مهمة للآخرين. ونتمنى ونطمح أن تكون بطولة مميزة من كل الجوانب، مع ترحيب كبير بكل الأشقاء العرب والخليج والأصدقاء. والشكر جزيل لكم اللاعب الدولي السابق الكابتن كريم صدام، كنت ضيفا كريما من بغداد. شكرا لكم كابتن، والشكر للزميل كاظم الحاوي كان معنا مباشرة عبر سكايب من محافظة البصرة. والشكر لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.